بسرعة نمر على زيارة سامح شكري لواشنطن. الزيارة كان مرتب ليها للقاءات دبلوماسية مع القادة والسياسيين الأمريكيين. هل كانت لها علاقة بالترتيب للزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى البيت الأبيض بدعوة من ترامب؟ هل تم تحديد موعد لها؟ يعني أبرز نتائج هذه الزيارة السريعة لواشنطن. يعني هو العنوان الرئيسي لهذه الزيارة هو صياغة شكل وملامح العلاقات بين مصر والولايات المتحدة مع تولي الإدارة الأمريكية الجديدة. هذا هو العنوان الرئيسي. طبعا ده بيشمل أولا العلاقات الثنائية، برنامج المساعدات سواء البرنامج الاقتصادي أو العسكري، بيشمل أيضا المشروعات التي تقوم بها الولايات المتحدة في مصر، تشمل الوضع الإقليمي. طبعا لما يقوم وزير خارجية مصر بزيارة الولايات المتحدة، أول زيارة رسمية عقب تولي الإدارة الجديدة مسؤوليتها، فبتكون هذه الزيارة لها أهمية خاصة. بقى خلالها طبعا زي ما احنا عارفين مع وزير الخارجية الأمريكي الجديد، مع مستشار الأمن القومي، وكان مجرد مرة 6 أيام على توليه هذه المهمة، مع قيادات الكونغرس. بيكون هي اعتبرها زيارة استكشافية للمواقف، زيارة بينقل من خلالها وزير الخارجية المصري أولويات مصر ورؤيتها للعلاقة وشكل العلاقة الاستراتيجية، التأكيد وشرح خصوصية هذه العلاقة المصرية الأمريكية على مر عقود طويلة. ما في شك أن الجزء الخاص بالزيارة القادمة للسيد الرئيس كان أيضا محلا للنقاش، باعتبار أن هذا جزء من التناول العام للعلاقة الثنائية ويتم الترتيب لذلك أيضا. يعني بشكل عام هي زيارة هامة وزيارة خاصة، وأعتقد أنها نجحت في تحقيق هدفها الرئيسي، وهو توصيل رسالة إلى الإدارة الأمريكية الجديدة بأننا عازمون وراغبون على توثيق ونقل العلاقة إلى مرحلة أخرى، إلى جانب الوضع الإقليمي ورؤيتنا للمشاكل والتحديات الموجودة في الإقليم ورؤية مصر بشكل عام تجاه تلك القضايا والنزاعات في المنطقة.